أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم استعدادات لدى الناس وكل على طريقته وكل وفق قدرته للعبور إلى سنة 2015 بما يفرح قلب الإنسان وبما يفرج المأسور وبما يزيل الضيم عن المقهور وبما ينصف المظلوم وبالصحة الجيدة والتمنيات الطيبة للجميع بالسنة الجديدة وعلها تنجب رأسا للبلاد رئيسا لجمهورية لبنان وعلها تعيد العسكريين الرهائن وعلها توسع الحوارات بروح منفتحة وبنفوس نقية طيبة بعيدا من الحقد الآني أو المزمن بعيدا من المحدودية والجهالة وقريبا من الدولة المدنية. محمود قماطي من الرابي لفت إلى اتجاهات للتنافس الحواري الإيجابي وأكد أن حزب الله لمس الأسبوع الماضي جدية عالية المستوى من تيار المستقبل. النائب سلمان فرنجية أيضا من الرابي منذ بعض الوقت لم يرفض قطعا التسويات حلول التسوية ولكنه يرفض مقولة الرئيس الوسطي. في مجال أوسع في الوطن وإذا كان الفساد ضرب الرؤوس والنفوس وتوسع في كل المجالات فلابد للمعنيين بأمر الوطن من إعادة إرساء الحد الأدنى من المستوى السياسي والثقافي والصحي والمدني. عمليا الشيخ وسام المصري أتى بمطالب داعش في قضية العسكريين، عمليا جلسة ثانية للحوار حزب الله المستقبل، ويأمل الرئيس بري من هذا الحوار أن يكون حافزا لحوار ماروني مماثل ويواكب هذا الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية. وعلى طريقته أشار الرئيس بري إلى أن هدف التحاور هو تهيئة تربة خصبة لمواكبة نتائج تفاهمات أو تحاورات إقليمية دولية فنكون جاهزين لتلقفها. معنا مباشرة الأستاذ يوسف مرتضى الكاتب والإعلامي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا فيك. يعني طبعا بالسنة الجديدة طبعا يعني تفائلوا بالخير تجدوه، إن شاء الله نتفائل بكل هالمواضيع اللي حكيناها إن شاء الله. ولكن بدنا نسألك، يعني حضرتك عدا عن أنك كاتب وإعلامي وناشط يعني بالمجتمع المدني بعدة مجالات، يعني اليوم وقت ما نلاقي حدا جايب من داعش مطالب إلى قلب العاصمة يعلنها، هل من حيث ندري أو لا ندري باتت الأمور متمذهبة في المنطقة أو ذاهبة إلى التدين أكثر منا إلى المدنية؟ بداية اسمح لي أتوجه من اللبنانيين كل اللبنانيين بالتهنئة بالعام الجديد، وأتمنى أن يكون العام الجديد عام خير وسلام لكل اللبنانيين، وأول ما أتمناه هو تبريد قلوب أهالي المخطوفين العسكريين بالإفراج عن أبنائهم، وثانيا أتوجه من الشعوب العربية بالتهنئة بالعام الجديد، وأتمنى أن يعم السلام هذه المنطقة التي منذ 4 سنوات تعاني مجزرة حقيقية حيث تعودنا على مشهد القتل اليومي، وما أتمناه هو أن يقف هذا المسلسل من القتل الذي سيصبح ثقافة في وعي أجيالنا، أنه كل يوم يخرج الجيل الجديد ويشاهد الشاشة وكأن مسلسل القتل جزء من حياتنا اليومية. يعني إذا في سوريا وهذا أمر راحت ثلاث قتلة يعني بتصفية معينة اللي مثل ما بيقولوا مزدوجان الزعران ببرج حمود سنة 69-70. نعم نعم نعم. يعني قمت إنه انتبهوا الناس لكذا، اليوم بيروح بالعراق 200-300 بسوريا. تعودنا كأننا نتعود أن هذا أمر طبيعي، كل يوم هنا تفجير وهناك مذبحة وهناك دمار وهناك وقتل يومي، هذه ثقافة تعمم مع الأجيال ومع الأطفال، هذا أمر خطير جدا. عشان هيك أنا طرحت عليك السؤال، إذا اعتدنا على هالمواضيع هل كمان سوف نعتاد على أنه المنطقة ذاهبة ولو بدون تغيير حدود إلى تمذهب الأنظمة وتمذهب أنت تفضلت يعني بالحديث عن الشروط التي نقلها الشيخ وسام المصري. وسام المصري وإلى حد ما هو ينقل شروط وبلغة التبني. نعم. يعني أنا سمعت كأنه يتبنى هذه الشروط ومن موقعه المذهبي والديني وإلى آخره. نعم. والمؤسف يجب أن لا نتلطى خلف أصبعنا فيما يدور من صراعات في المنطقة. نعم، ما يدور في المنطقة صراع طائفي مذهبي سني شيعي، لنقول الأمور كما هي. طيب بس اليوم عنونت بعض الصحف انه عم يطلب شروط دولة موجودة بين دولتين، يعني بين لبنان وبين سوريا، برأيك هل هذا يعني لو كان بده يحل قضية العسكرية هل هذا يعني بصير بعدين مثل ما قلت وجه
اعتيادي بالمنطقة. أي هذا ما يجب أن نتصدى له. نعم. ولا نتصدى ولا نستطيع التصدي له إلا عبر قيام الدولة، إن كان في لبنان أو في سوريا أو في العراق، والدولة الديمقراطية المدنية، كي لا ندع الفرصة لمثل هذه الاتجاهات المتطرفة. نعم. ديمقراطية دولة حقيقية مدنية فيها تداول سلطة، ولا ندع الفرصة لمثل هذه التيارات أن تتحكم بالشارع وأن تعيث الخراب في كل مكان وتنشر الفوضى كما نشهد اليوم. رح نرجع نحكي عن المنطقة، ولكن بقضية العسكريين، بمعطياتك أو بخبرتك، هل ممكن يوصلوا لنتيجة؟ لأنه في وسطين عم تكون على السكت على بسرية مثل ما هو مثل ما طلب الرئيس تمام سلام، وفي شروط أعلنت امبارح. كمان نكون صريحين، حسب ما سمعنا من الشروط أمس، وأنا كان لي تقدير سابق لذلك، أن جبهة النصرة وداعش هذان التنظيمان الإرهابيان، هم لا يريدون إفراج عن فلان أو فلانة، بقدر ما يريدون إطالة أمد الاعتقال وابتزاز الدولة اللبنانية وابتزاز أهالي المخطوفين واستخدام أهالي المخطوفين لتمرير فصل الشتاء. هم يريدون أن تبقى المعابر في جرود القلمون مفتوحة لتأمين القضايا اللوجستية لهم من تموين ودواء وما شابه. نعم. وبالتالي هم يريدون استخدام هذه الورقة لاستمرار استخدام هذه المعابر. نعم. لمنع حصارهم خاصة في فصل الشتاء مع تعاظم البرد والصقيع، حيث سيصعب عليهم تأمين ذلك. يعني بيعتبروا أن التدابير أخذها الجيش هي ضد نعم. الفكرة هي هي, هي, هي هي تزيد الحصار عليهم. نعم. وأمس أول مطلب أطلقه سامر المصري باسمه مش هو منطقة عازلة في القلمون. نعم. منطقة منزوعة السلاح في القلمون. ماذا يعني ذلك؟ أي تأمين خطوط الإمداد لهم، يعني أخذها من الجانب الإنساني. طب هيك إلا النهار اليوم. نعم. يعني وهو المقصود بذلك ليس الجانب الإنساني، المقصود أنه فك الحصار، فك الحصار وتمكينهم من تعزيز قدراتهم القتالية. هنا في مسؤولية على الدولة، كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الأمر؟ نعم. بجدية أكثر، ولماذا هي تعطي الفرصة لأمثال يعني الشيخ وسام المصري؟ هو ناقل يعني. نعم. لا ما كمان الدولة هون أو أجهزة الدولة هي يجب أن تتصدى لهذا الأمر، ويتأخذ على عاتقها مع قوى فاعلة في هذا الملف من قطر إلى تركيا تحديدا في إمكانية التأثير على هذه المجموعات. طيب ما هون قطب المخفية، هل الدولة ستتكلم مع تركيا؟ هل يعني لماذا لا تتكلم؟ لماذا؟ يعني في كل العالم كان في مخطوفين، والدول أمريكا فاوضت على مخطوفين وأفرجت وقايضت، والفرنسيون بمالي عملوا نفس الشيء. يا أخي حزب الله فاوض إسرائيل طريقة غير مباشرة وأفرج عن أسرى وإلى آخره. نعم. عمل المقايضة. لماذا لا تفاوض الدولة و تقوم بالمقايضة المطلوبة لإمكانية الإفراج عن هؤلاء المخطوفين؟ بغض النظر عن الأسباب، أنا أدخل بأسباب الموضوع، كثرة الطباخين، أما أنه بعدها محصورة، أنه ماشي الحال أحمد الفليتي واللواء عباس إبراهيم، وفي اللي عم ينقل الشروط. لا بدك يبدأ الموضوع أنه ما فيش عندنا دولة. الأساس أن اليوم عندنا حكومة من 24 وزير وهم 24 رئيس، في غياب رئيس العسكريين بدهم أولادهم قالوا حددوا لنا الوسيط. نعم. يعني هذا هم محقين بذلك، أهالي المخطوفين محقين بذلك، ولكن للأسف المؤسسة المعنية في هذا الأمر اللي هي الدولة معطلة بفعل تنازع السلطات. طيب شو بده يقدر يعمل الرئيس تمام سلام؟ يعني عم بيشجع على التعاون. لا. على التفعيل، بس في عندك مثل ما قلت 24 توقيع. صحيح. فلذلك المدخل مع الوساطات التي يمكن أن تهدئ الأمور وأن تحفظ حياة العسكريين في هذا الوقت، يجب أن نستعجل إعادة إحياء دور مؤسسات الدولة، يجب أن ننتخب رئيس جمهورية. كيف؟ يجب أن تشكل حكومة جديدة. يمكن يجب... سمعت شوي من نائب السنة الفلنجية. نعم. وقبله محمود أقماطي، حاج محمود أقماطي، سمعت يعني بعض برأيك هل ذلك يدل إلى ليونة ما مخفية بلشت تبين؟ وكلام الرئيس بري إذا منواكبه مع التصريح، هل ناطرين الخارج أم أنه بلشوا يحضروا وأخذوا كلمة السر؟ ليك أنا عندي تقدير. نعم. أنه الحوار الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب الله لم يبدأ نتيجة القناعة عند الفريقين بضرورة
إرساء حالة من الاستقرار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في البلد. بس خلي هالجمهورين يقولوا أنه في عندهم قناعة. أنا رأي هي مصلحة. نعم. قبل أن تكون قناعة تولدت المصلحة عند الفريقين للالتقاء، والمصلحة ناجمة عن واقع مرير بدأ يستنزف كل الأفرقاء. يعني بلش يوصل النار لل. نعم. أنا رأيي هذا الحوار هو ناجم عن حالة ضعف عام عند كل الأفرقاء، يجدون أن المخرج اليوم في التقارب وليس في استمرار الشحن. وتوصل التسوية بتنهك كل الناس. نعم. وبالتالي أنا أتوقع يعني، وحكما يعني هذا الحوار أنا أتمنى يعني ما بدنا نغص على العالم. نعم. أهمية الحوار وإيجابية الحوار بدون شك. وتنفيس يعني الاحتقان. وتنفيس الاحتقان. ولكن نتائج مثل هذا الحوار الذي يجب أن يفضي أول ما يفضي إلى انتخاب رئيس جمهورية، أعتقد أنها تنتظر محطات إقليمية كما قال الرئيس بري. بيقول يعني معلش ما خليني أقطعك، روج البعض أن هذا الحوار إيراني سعودي غير مباشر. أنا لا أمثل، بيقول الرئيس بري، أنا لا أمثل أي من الفريقين، لكنها تهمة لا أنكرها، المهم استمرار الحوار. صحيح. ويجب تهيئة خصبة، تربة خصبة للتفاهمات الإقليمية، إذا حصلت نكون جاهزين. صحيح. عندي تقدير أنه اليوم القوى التي تتقاتل قد استنزفت، وبالتالي لا طاقة لها بالاستمرار بالقتال بالوتيرة التي كانت قبل سنوات. من جهة لنقول بصراحة في قوى مؤثرة في هذا الصراع، روسيا وإيران. نعم. استنزفا ماديا على الأرض، وجاء تدهور أسعار النفط ليؤثر كثيرا على ميزانية هذين البلدين الممولين الأساسيين في المواجهة في العراق وسوريا. هل بهالنسبة يعني العالية ولا؟ نعم، بنسبة عالية جدا. عندما يصل التضخم بروسيا إلى بسعر العملة إلى 40-50%، هذا أمر مش بسيط. في إيران نفس الشيء، والحرب لها أكلاف. نعم. يعني عدا عن انخفاض سعر البترول أيضا انخفاض كميات التصدير، يعني تقلص كبير بميزانيات هذه البلدان. وإذا بنحكي بالحرب بسوريا، سوريا العجلة الاقتصادية فيها واقفة، وبالتالي من يدعم النظام بسوريا عليه أن يمول آلية النظام كلها، يده يدفع رواتب الجيش والتسليح والمعارف، ومن يمول صح، ومن يمول الفرقاء الآخرين، المقاتلين الآخرين، المعارضين وإلى آخره، أيضا عليه أن يدفع. والسعودية ولا الخليج الذين يمولون الفريق الآخر أيضا، يعني انخفاض أسعار النفط وإن لا تؤثر عليهم بنفس الشكل الذي تؤثر فيه على إيران، ولكن يتأثرون، ميزانيتهم تنخفض، أكلافهم تكبر، وبالتالي هناك انهاك واستنزاف حقيقي لمختلف القوى. حتى المعارضات السورية يعني ما عاد في معارضة متماسكة تقول أنا ممكن أن أشكل بديل للنظام، وبالتالي من يدعم المعارضات أيضا يفتشون عن حل، كيف يمكن أن يصوغوا تسوية بين النظام والمعارضة اليوم. نحن قبل ما نرجع على لبنان، هل صحيح أنه جبهة يعني هل تنظيم داعش صار يعني يستحوذ 80% أو 75% من قوة المعارضة بسوريا، أم أنه بعد في ناس ممكن بدهم يروحوا على موسكو، ممكن يكون في قراءة لينة أكثر لجنيف واحد واثنين بموسكو بمرحلة المقبلة؟ لكن المبادرة الروسية في الدعوة إلى الحوار بموسكو لا تنطلق من توافق دولي ولا إقليمي، هي مبادرة روسية بحتة. وربطا باللي قلته قبل قليل، أن روسيا تشعر بأنه عامل الوقت في الأزمة السورية أصبح يعمل ضدها، لأن الاستنزاف الاقتصادي التي تعاني منه روسيا مع تبعات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الروسي وعلى السياسة السورية نتيجة العقوبات الغربية أصبحت تؤثر كثيرا على القرار السياسي الروسي. مشان هيك صاروا يحكوا بشكل ألين. نعم. أنه عم تعمل علينا عقوبات، عم تعرقلوا الأزمة السورية. وبالتالي الروسي يعني يندفع بهذه المبادرة في محاولة لإيجاد تسوية يحاول أن يكسب فيها اليوم قبل ما قد يخسره غدا. نعم. وبالتالي أن يحصل على شيء من أن لا يخسر كل شيء. والمبادرة الروسية انطلقت من فكرة أن بعض أطياف المعارضة السورية لجأ إلى روسيا، وطبعا روسيا على على تحالف مع طبعاً النظام، فيعتبرت عندها صداقة مع بعض المعارضة. نعم. وتحديدا مع المعارضة الداخلية التي نسميها هيئة التنسيق الوطني. ولكن في سياق الأمور
تبين أنه مجموعة الائتلاف السوري حتى الآن يعني البحر أعلن أنه هذا الأمر لا يعنيهم. من القاهرة أعلن ذلك. وداعش والنصرة هذان التنظيمان لذان يمثلان اليوم القوة الفعلية المقاتلة على الأرض، هذان تنظيمان مرفوضان من روسيا، ومن أمريكا، ومن التحالف الدولي، ومن نظام، وبالتالي لا يدخلان في سياق المفاوضات. وبالتالي الروسي يحاول أن يقدم للغرب، أن يقدم لما يسميه هو حلفاء الدوليين صيغة لتسوية يتنازل فيها عما كان يتمسك به سابقا. بس نظرا لهذا العرض ما بتلاقي أنه أمريكا بطلت مستعجلة؟ نعم 100%. ولذلك الأمريكي، أنا رأيي أمريكي يراهن على مزيد من استنزاف روسيا وعلى مزيد من استنزاف إيران لتقديم تنازلات أكثر في هذه الملفات. بس ما في مفارقة هون أنه ممكن تكون كمان الولايات المتحدة أخذ بحسابها من جهتها أنه اللي عم بيحاربوا الإرهاب كمان حزب الله، خلينا نطلق الحارة. استنزاف الجميع، أمريكا اليوم تراهن على استنزاف ما تسميه كل أعدائها، وبالتالي هي لا تخسر شيء. اليوم بيجي الطيران الأمريكي عم يقصف داعش، أول عم بيقصف يأخذ ثمن كل غارة تخمين 10 أضعاف تكلفتها عم بيحدد من العرب، عم بيحدد مناطق النفوذ يعني. تماما، وهو يعني لم يأخذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التطرف، هو يدير العمليات بطريقة تستمر فيها عمليات التحارب والاستنزاف لكل الأفريقاء، ويكون هو الرابح في النهاية، أو يجعل كل الآخرين يطلبون وده، يطلبون دعمه، كما حصل مع العراق. أخرج الأمريكي من العراق دون أي اتفاق أمني بين الحكومة العراقية والأمريكيين، حاول الأمريكيين كثيرا محاولة توقيع اتفاق أمني، رفضوا حكومة المالكي، واستمرت حكومة المالكي بالسياسة إلى أن جاء اليوم طار المالكي، وكانت الحكومة العراقية تستجدي أمريكا أنقذونا، تعالوا أنقذونا. إجا حيدر العبادي وجاء الطيران الأمريكي بموافقة إيرانية وبرضا سوري، النظام السوري بقصف داعش لغب الأراضي السورية. إيه بس دائما يعني بس نلاحظ أنه الإيراني يعني بسياسته يعني مرن، بيقول لك أنا طب كنت مسيطر على 90% من العراق، أحسن ما أخسروا كله خليني سيطر على 60%. صحيح. ونتشارك نحن والولايات المتحدة. هاي سياسة عاقلة، هاي سياسة عاقلة، ولذلك أنا أقول لك والروسي كمان هيك، الروسي الآن أيضا يفكر بنفس الطريقة، تعالوا طالما لازلنا نملك بعض الأوراق في هذه الملفات لنقدم على تسوية، تسوية نكسب فيها شيء كي لا نخسر كل شيء مع إطالة الوقت. وأنا أقول لك عامل الوقت ليس في مصلحة الروسي ولا في مصلحة. طيب أستاذ يوسف مرتضى، شو رأيك منذ يعني نصف ساعة عدد من المسؤولين الإيرانيين بختام هالمناورات، حتى الرئيس الإيراني، بس عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين بيقولوا بأول شيء بيعترفوا، طبعا ما أنا مخبية، بيعترفوا بأنه هن الحوثيين باليمن، أنه هودي جماعتنا، عندنا قوى بمناطق بالعراق وسوريا وكذا بحجم حزب الله وأكثر ب10 مرات. طيب توقيت هذا الكلام وعن كشف يعني للإعلام أنه مصادر الاعتزاز بالقوة بكل هالدول، ليه هالتوقيت هلأ وماذا يعني؟ هذا يعني تعبير عن مأزق. متى أنا أحاول إبراز العضلات؟ عندما أكون عندي مشكلة. القوي ليس بحاجة لإبراز العضلات واستعراض كمال الأجسام. بس بينت أن العضلات الإيرانية قوية بسوريا يعني وبغير منطقة. اليوم لا، كانت قوية بسوريا، اليوم هي مستنزفة بسوريا، هي اليوم تستعرض في اليمن. يعني التوقيت يعني في توقيت هو بهذه اللحظة، حيث تجري مفاوضات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة مع الغرب. تسوية. والمحطة الأساسية فيها شهر آذار اتفاق السياسي حول ملف النووي الإيراني. وقبل الوصول إلى هذا الموعد من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كل فريق معني بالصراع يحاول أن يستعرض قواه، أنه أنا من ضعيف، أنا قوي، وبالتالي أنا أقدم على هذا التسوية موقع قوة. هذا عدا عن الجانب المعنوي الذي يجب أن يصنعه في شارعه في بيئته. نعم. فهو من هون لشهر آذار سنلحظ استعراض قوى قوي جدا، ممكن تتفاقم الأمور والعمليات العسكرية والأمنية في كل ساحات الصراع، من سوريا للعراق لليمن للبنان، لحدود لبنان، لحدود لبنان، في محاولة شد طب وقت اللي جينا قلنا نحن بيوم، وبالتالي بهذا المعنى لو سمحت نصل إلى محطة آذار. إذا حصل التسوية، وهناك يعني كلام كثير من بوتين من روحاني من آخرين
والأمريكي يضغط. إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني في شهر أذار على الملف النووي، أنا رأيي ستدخل المنطقة في بداية تسويات جدية، منها في سوريا. سوريا يحضر إلى تسوية لنظام جديد، وأنا بقول لك يعني كل الكلام يقال أنه حدود أنه هناك تغيير جغرافي سيطاح بسايكس بيكو وإعادة صياغة جغرافيا جديدة للدول، أنا استبعد ذلك. ولكن ما هو مؤكد ومحتم هو هناك تغيير لطبيعة الأنظمة في هذه المنطقة، وتتجه المنطقة إلى صياغة أنظمة ذات طابع فيدرالي أو لا مركزي، أو لا مركزي موسع ضمن الحدود ذاتها، ضمن الحدود ذاتها، مثل لبنان. نحن عم إجا اتفاق الطائف، ورأي كله عم يعتبر لبنان أو اتفاق الطائف كنموذج لتعميمه، بس نحن مش عم نعتبره. نحن أطحنا فيه للأسف الطبقة السياسية عندما لأنه ربطنا حالنا بالملفات الإقليمية الأخرى. هذا ما يحضر في العراق الآن، لنظام فيدرالي في الكردي والسني والشيعي بكل بساطة. واليوم إذا أنت تابعت، حكومة العبادي أخذت قرار بتكوين حرس وطني سني في الأنبار وفي غرب العراق، يعني ذات العمق السني عم بيعملوا حرس وطني في الجنوب أيضا. يعني اليوم تكوين الجيش العراقي، جسم الجيش العراقي الأساسي التابع للحكومة الشيعي، ورجعوا قبلوا باتفاق نفطي مع كردستان العراقي. نعم. وبسوريا يصار فكرة من هذا النوع، اتفاق جنيف هكذا يقول أن الرئيس علوي رئيس حكومة سني من المعارضة هيك. والرئيس مجلس نيابي أرثوذكسي، وأن يصار في سوريا لنظام برلماني ديمقراطي والأكراد لهم حكم ذاتي، يعني ينتهوا من النظام. بس برأيك بسوريا هالقد سهل؟ يعني إذا كان في مش تعنت تصلب عند الرئيس بشار الأسد أو تصلب عند الحرس القديم حتى للرئيس بشار الرئيس حافظ الأسد اللي موجودين بعضهم إذا كان في تصلب، ما بتصير هالشغلة بدها تصير على الحامي أو على شيء مؤلم قاسي بسوريا؟ أنا قلت هلا أكثر من هلا، يعني صحيح الكباش سيستمر خلال الأشهر القادمة. على أبواب على أبواب الربيع. شهر أدار الربيع. جلسة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكما خلينا نكون واقعيين، الرئيس الأسد لا يقرر بمستقبل سوريا. ما نحن مش عم نحكي، عم نحكي عن كل الحاشية. الرئيس الأسد ومجموعته لا يقرر اليوم الذي إيران. يدير المعركة إيران. فعليا على الأرض إيران، والذي يساعد ويمول إيران مع روسيا. وبالتالي كيدون أردون مش هيك الذي يعطي يعني يأمر، وهذا واقع الحال بسوريا للأسف، يعني مثل ما عم نشوفه بالعراق الآن، يعني مش الحكومة العراقية عم تقرر. فينا هون نطرح السؤال، بما أنه إيران هون وإيران هونيك وباليمن، هل العروبة حوصرت بالتتريك بالفرس بإسرائيل وبالتطرف الإسلامي؟ صح، حوصرت مش بسبب إيران عندها طموحات أمبراطورية وأعلنت عنا أنه نحن صرنا نسيطر أكثر من مسؤول إيراني، نحكم مضيق هرمز، نحكم مضيق هرمز، نسيطر على أربع عواصم، نوصل على البحر المتوسط. هذه طموحات هم حرين فيها. والتركي عنده أحلام عودة السلطنة والأمبراطورية، حتى واصل بأعمال اقتصادية على بريطانيا، يعني هو حر. نعم، المأساة في تضييع مشروع العروبة هي بالأنظمة العربية، هي بالأنظمة الاستبدادية العربية اللي عملت أولويات على مصالحها الشخصية ومصالح عائلاتها على مصلحة المجتمع والبلد، وراحت ارتبطت بمشاريع تركية وإيرانية وأمريكية وإلى إلى إلى، ولذلك نحن نعيش ما نعيش من فوضى بالمنطقة بسبب سياسة الاستبداد اللي مارستها الأنظمة العربية. وهاني بين في أنظمة أخرى كمان متهمة بأنه تركت القضية الفلسطينية وصارت بدها تعمل تعادي الشيعة وتعادي الأطراف. هاي مش تعادي الشيعة، تركوا، ما عندهم قضية عربية، ما عندهم قضية، عندهم قضية شخصية، عندهم قضية السلطة والنظام، وصاروا مضطرين يحتموا بأي جهة إقليمية أو دولية ليبقوا بالسلطة، ليبقوا بالسلطة فقط. يعني ولو على حساب قيامهم، لو شكلا لبنان بقية يعني لا، أنا لبنان هون بدي أقول لك استدراكا، لبنان الواحة المميزة كانت في هالمنطقة العربية والاستبداد بتداول السلطة، عندنا رئيس سابق وعندنا إلى آخره وعندنا انتخابات نيابية. للأسف اليوم نحن نسير في الطريق إلى نظام الاستبداد من خلال
تغييب انتخاب الرئيس من خلال تمديد غير دستوري. شو المجلس النيابي؟ هذا حكم أجهزة، هذا تمديد قصري، تمديد قصري، وبالتالي تعطيل آليات عمل السلطة. رح نرجع بالشيء الثاني من الحلقة، هذا بسميه أنا الفساد السياسي. نعم، بالشيء الثاني من الحلقة رح نرجع على الرئاسي، بس بدي أسألك، يعني نحن كل شيء قلنا أنه غير وقفنا ضد مشروع الشرق الأوسط الجديد وكذا، هو وهم ولا سراب ولا نحن نعيش الشرق الأوسط الجديد؟ لا، نحن نعيشه، نحن نعيشه بكل معنى الكلمة. وأنا أعمل لك، شرق الأوسط الجديد هو شرق فيه دول هي نفس الكيانات على أنظمة جديدة، وأنا أتأمل وأنا متفائل أن نحن نسير رغم كل المأساة. نعم. رغم كل التضحيات، رغم كل، نحن نسير بالطريق بأكلاف كبيرة نحو الدولة المدنية. في بعض المحللين كانوا يقولوا أنه وقت انعملت هالخارطة وانعملت الأنظمة، ركبت أنظمة مركزية على ناس غير مركزيين، صح، على فئات غير مركزية، صح. مشان هيك وصلت على، خلينا نحكي بكلمتين، حزب البعث إذا بترجع لبرنامجه، يعني برنامج عربي ديمقراطي اشتراكي إلى آخره، حكم أهم بلدين بالمنطقة، نعم، مصر وسوريا، تحول إلى حكم عائلتين، ما عادش بقى لا حكم حزب ولا حكم مؤسسات، صار حكم العائلة. صرنا نحن اللي موالين للنظام السوري نقول سوريا الأسد، صرنا ننعت سوريا بالأسد، وهونيك النظام التكريتي، عراق صدام. هاي المأساة، هاي المأساة بتحمل مسؤوليتها الأنظمة، وطبعا بتحمل مسؤوليتها قوى التغيير. ايه، بس رح ارجع اسألك عن الأسباب اللي عملنا بعد البريك. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ يوسف مرتضى، مرحبا فيك. شكرا، اهلا فيك. يعني طبعا لبنان اللي هو حمل كل القضايا، وكان يعني كانت الحركات العلمانيه والاحزاب العلمانيه وحتى الفكر المدني والعلماني كان يعني، صحيح، كان يتميز به لبنان. نعم، برايك يعني بعد في مجال، مثلا احنا نعرف انه في الجبهه المدنيه وفي كمان مؤسسات المجتمع المدني، في كتير شغلات بنلاقي في وزراء عم بيجربوا يرجعوا يضوا على الفساد اللي صار بالصحة وبالغذاء وكذا اللي من 40 سنة حتى اليوم. هل في بعد مجال لحضرتكم أو ناس من أمثالكم بالمجتمع المدني أنه يوقفوا أو يواجهوا الفساد الثقافي والسياسي؟ حلو. نرجع للمدنية، سؤال حلو. طبعا احنا بعدنا مدنيين، بس نرجع نعزز المدنية، قضية أساسية. أنا بهالمناسبة بتوجه بالشكر الجزيل والتحية للوزير وائل أبو فاعور على المبادرة العملة، ولأول مرة بتاريخ لبنان الحديث على الأقل من اتفاق الطائف لليوم يجري الإضاءة على حالة الفساد المزري. منذ الوزير بيطار كمان. والوزير نعم، صح منذ الوزير بيطار تماما. اللي كان ضوى على فساد بالصحة والأدوية. نعم، وأفضل إلى استقامة. إلى إقالة. إلى إقالته. إن شاء الله. لا، الوزير بفعور ما حدا بيقيله ولا بيستقيل. والهلا ما حدا بيقيل حدا. نعم. هو مشكور جدا، وأنا رأيي فتح وعي الناس على أمور كثيرة جدا. نأمل أن تؤسس لوعي مجتمعي أوسع. واليوم أنا سمعته عم بيقول نحن حققنا إيجابية مهمة، وأنا معه كتير، انه ضوينا على قاسم مشترك بين الناس، المصلحه. يعني هاي بتبلش الثقافه، المصلحة. ثقافه الوعي والمواطنه. نعم. بيصير يجمع بين مكونات البلد المذهبي والطائفي على المصلحه، في مصلحه مشتركه، ياكلوا لقمه نظيفه. بس ما بتلاقي انه اذا عملوا خطاب مذهبي او غرائزي بيرجعوا الناس يا سيدي خلينا نبلش بالمطرح. خلينا نبلش بالمطرح. ولكن كما استدرك هو، انا استدرك، اذا كان هذه الحمله لم تفضي إلى محاسبة الفاسدين بكون ما عملنا شيء. إنه هذا كل هالإضاءة على الفساد أمر جيد، عم بيحذر وينبه والبعض عم صار، ولكن في مسؤولين عن هالفساد، من هم وكيف يحاسبوا؟ إذا ما لقينا بكرة في بالحبس ناس مسؤولين عن هذه الملفات، يعني اسمح لي أقول لك حيكون جهد وضاع. أكيد الهيبة فرد الهيبة بتعمل المجتمع، ولكن المجتمع إذا كانت الثقافة عنده عم ترجع لورا بالنسبة كثقافة يكون مؤسسية مدنية. أنا هون بدي أقول، نعم، هون صار في دور مهم جدا للمجتمع المدني. نعم. نحن بصراحة بدي أقول طبقة سياسية عنا طبقة فاسدة، وهذا الفساد الذي ضوى عليه الوزير وائل أبو فاعور ناجم عن وجود الفساد
الكبير بالطبقة السياسية. طب اسمها وين ينتخبوا؟ يعني إذا حدا إذا 40 أو 50% نعم. هن اللي عم ينتخبوا نعم نعم و50% ما عم ينتخبوا. شو بقصد بالفساد السياسي؟ نعم. خلينا نفضل. نعم. الفساد السياسي هو يبدأ بتعطيل الدولة، تعطيل مؤسسات الدولة ومعايير القانون. معايير القانون، نحن من اتفاق الطائف من سنة 90 لليوم ولا يوم طبق الدستور، والذي يفتعل بالدستور ولا يلتزم بتطبيق الدستور هي الطبقة السياسية، بدءا من قانون الانتخابات. نعم. كل مرة بيعملوا قانون يناسبهم لا يرجعوا نزاتهم. طيب. بما ينافي الدستور. طب يلغوا نفسه. جيد جيد. نعم. هاي الطبقة السياسية نفسها ما قدرت تعمل قانون تتفق عليه مددت مرتين. لأنه ما اتفقوا على قانون لمصلحة الجميع. نعم ما قدروا يتفقوا على قانون مثل العادي. يعني. كان السوري يقول لهم اتفقوا على القانون يتفقوا. هلا اليوم عاش في سوريا اتفقوا على القانون اختلفوا بمددوا. هذا نظام استبداد وهذا تضييع الدولة، هذا هو الفساد السياسي وهذا يكرس استبداد من نوع آخر يعني. نعم. ثلاثة، نحن قلنا سنة تقريبا بدون رئيس جمهورية. طب أي بلد هذا بالعالم؟ بلد بلا رأس وعندنا صور رئيس جمهوري 24 صورة قاعدين معطلين البلد، معطلين المؤسسات. بالتالي نحن عم نعيش مش بدولة، عم نعيش بمزرعة متفلتة فيها محاصصة بين كل المكونات ما بيستثني لا أحد. إذا مزرعة لا بيكون محاصصة بين الكل، يمكن في بعض الناس مش بشكل مش طالع له حصة. أنا رأيي مش طالع له حصة لازم يعلي صوته عاليا وهو يجمع. اليوم في مسؤولية مع تعطل دور بعض القوى السياسية وعدم تصديها هي بالمباشر لهذا الفساد، مطالب المجتمع المدني، مطالب المجتمع بدور حقيقي لمواجهة الفساد السياسي. وأنا بدي أقول لك مثلا اسم الجبهة المدنية مش بس يعني اليوم نحن هل عم تقدر تسوق نفسها أو يعني نحن اليوم نتيجة هذا التراكم المؤدي إلى هذا الفساد بكل المجالات تبين أنه في وعي عند الناس وتلمسنا في وعي بالمجتمع. تلاقت مجموعات كتير بالبلد صارت أرفانة من الحالة الطائفية والمذهبية بكل صراحة وعم تفتش على الأشكال والسبل لكيفية إعادة إحياء الدولة ودور الدولة المدنية. نعم. تحت شعار الشعب يريد تطبيق النظام، ما بدنا نحن نغير نظام بدنا نطبق النظام. وهون التقى مجموعة 32 منظمة مجتمع مدني كل واحد بينشط بمجال معين من مجالات الحياة وعملنا جبهة مدنية سميناها الجبهة المدنية. عنوان وشعار الجبهة المدنية الوحيد والأساسي هو إعادة إحياء الدولة، بناء دولة القانون والمؤسسات مش تغيير النظام، على قاعدة تطبيق نظام الطائف. واليوم كان يقول وينستون تشرشل نعم. لو الحرب والقصف نازل علينا بالحرب العالمية الثانية طالما في عدلية طالما نحن بنربح. نعم 100% طالما في قضاء مستقل نعم. نحن بنربح. هيدي الجبهة المدنية أنا أنشط فيها وأنا بقول لك أنا متفائل قد ما عم نشوف في ناس وعم متحمسين ومتعطشين لهذا الأمر. اثنين، في إطار آخر أنا بنشط فيه بالمجتمع المدني مجموعة من رجال الأعمال الحارسين انه اعمالهم ما بتمشي الا بوجود دولي عم يشوفوا ايضا انه البلد واقف بكل المجالات ولكن اقرب الموضوع من جانب اخر. بس ما بينقصهم البوق الاعلامي؟ اها بلا بس يعني كله بيجي اقرب الموضوع من جانب اقتصادي. اليوم نحن المواطن يعاني من كتير من القضايا، اهم القضايا نحن عندنا ثروة هائلة من المياه، هاي الثروة تساوي ثروة نفطية بلو جولد عاملين. نحن اذا كان ممكن استثمرنا المي مش بس بنكتفي ومنكفي الناس حاجاتها، الناس اللي بتروح تشتري ماي ما بعرفش من وين لتكفي حاجاتها، ممكن نستثمر الماي ويصير عنا عائدات لخزينة الدولة من استثمار الماي. عملنا مشروع خطة خمسية كمنظمة مجتمع مدني اسمنا ملتقى التأثير المدني، عملنا مشروع دراسي لخطة خمسية لكيفية استثمار الماي تحت عنوان الذهب الأزرق أو بلو جولد وعملنا إعلانات عنه. نحن تواجهنا من المعنيين من الوزارات من بعض حتى الجهات المافيات والمافيات لمنع تحقيق هذا المشروع. نعم. لأنه في تجار ماء، في تجار بلقمة عيش الناس، تجارة ماشي بكل لذلك نحن هلأ عم ننتقل لفكرة ونحن هلأ عم ندرس مشروع المواصلات، عم ندرس مشروع البترول، من نفس الوقت عم نقارب القضايا من جانب اقتصادي. شفنا أنه لا يمكن أن تحقق هاي الأهداف بالتنمية والاقتصاد الجامع للبنانيين إلا عبر
التغيير السياسي إلا عبر الوعي السياسي. الوعي السياسي. وبالتالي نحن منحاول نضغط لنعمل لوبي، لوبي يقدر يضغط من أجل التغيير السياسي. التغيير السياسي مش تغيير النظام، تغيير الطبقة السياسية الذي يبدأ بقانون انتخابات يلتزم الدستور مش تاني. أنا أنشط أيضا في إطار مدني ثالث اسمه لقاء الأديان، ملتقى الأديان والثقافات، برأسه السيد علي فضل الله، ونحن عم نحضر هلأ. هذه من ميزات لبنان يعني أصلا. نعم، نحن مجموعة فيها من كل الأديان، من كل المذاهب، من كل الثقافات العلمانية وبالتالي عم نحضر لإعلان نداء تحت عنوان نداء للحوار من أجل السلم الأهلي. بعتقد ب 27 شهر أو ب 10 شهر شباط، عفوا ب 10 بشهر شباط القادم باليونسكو حنعلن النداء من هذا النوع، تحضيرا لمهرجان كبير في 13 نيسان حول السلم الأهلي. 13 نيسان ذكرى الحرب المشؤومة، ذكرى الحرب المشؤومة، لتجميع الناس حول فكرة السلم الأهلي. والسلم الأهلي ليس فقط السلم بالمعنى الأمني. إن شاء الله تتزامن مهرجانكم مع انتخاب رئيس الجمهورية إن شاء الله، بلكي بيكون لأنه اليوم مثلا كمان فاتحة، يعني اليوم إذا تونس عم بتسلم عم تستلم 2015 برئيس منتخب. حييهم يعني للتوانسي لأنه يعني عملوا نموذج مهم جدا، ويجب هذا النموذج أن يحتذى به بصراحة. يعني أنا ضويت على هالثلاث أمور لأقول في بالمجتمع المدني نبض حي، نبض حي وقوي يحتاج إلى تجميع، بدل ما هالمنظمات كل وحدة عم تشتغل لحال وقوى مبعثرة، نحن عم نسعى الآن إلى تجميع هالثلاث أطر في إطار واحد تحت مسمى المرصد المدني، لنوحد جهود كل المنظمات لنعمل لوبي للضغط من أجل التغيير يعني السياسي. ما في شيء رميم، في حي، في نبض، في حي، نعم في حي، ولكن يحتاج لوقت ويحتاج لظروف. وأنا بدي أقول لك نحن لابد أن نراهن على ظروف التغيير الإقليمي بالمعنى الإيجابي، ونراهن على ذلك. وأنا أعتقد أنه نحن 2015-2016 سنلج طريق التسويات نحو الأفضل. بس بعد معنا 30 ثانية سؤال، كيف بدهم يعملوا قانون انتخاب وبعده في واحد ممكن يحرروا فيه محضر ضبط، واحد ما بيسترجع ما بيسترجع يطلعوا فيه؟ بنطول بالنا، هذا بده وقت. صحيح، مثلا نعطي مثلا 100% صحيح، ومع تحيتنا لكل القوى الامنيه والعدليه والعسكريه. للاسف هذا التراكم الكبير بالفساد لا يحل بين ليل وضحاها، واذا في خمسه فوق القانون شو بتكون عم يحتاج الى جهد وتراكم. وانا قلت لك اشدنا بمبادره الوزير ابو فعور، ولكن شرطها بموضوع بإكمالة. بالمحاسبه. نعم. اذا البلد ما في محاسبه ما بنوصل. استاذ يوسف مرتضى، نحن نشكر من تلفزيون لبنان، منعايد كل اللبنانيين بالخير طبعا، سنه جديده منعايدك انت كمان. مرسي. مشاهدينا الكرام، دقائق ونشرة الاخبار وغادة غانم العريضي.